اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في حلقه جديده من سلسله ابدا من الصفر. النهارده هنتكلم على صوت جديد اسمه صوت الاي. اي الصوت ده مش بس بيتكتب على شكل حرف اي، ولكن بيتكتب باكتر من طريقه. فمثلا بيتكتب على شكل حرف اي جي اتش. اي جي اتش لما تشوف الشكل ده في اي كلمه تعرف ان الجي اتش هنا ما بتتنطقش، وان الاي بتاخد صوت اسمها، يعني هي اسمها اي وصوتها هنا تنطق اي. فنقول مثلا light light اللي هو ضوء، او right يعني يمين، flight 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 اللي هي رحله طيران، او bright يعني لامع، night ليله، او high يعني عالي. طيب ممكن كمان يكتب او يجي بشكل حرف اي وفي اخر الكلمه يبقى فيه حرف اي، ساعتها تبقى الاي silent والاي تتنطق تاخد اسمها، تبقى kite kite اللي هي طيارة ورق، life حياة، site موقع، wife زوجة، right طبعا الw هنا بتنطقش فتبقى right يعني يكتب، pile اللي هي كومة. ممكن كمان مش شرط يجي حرف ايه في الاخر، ممكن يجي بس حرف اي زي كلمة tiger او lion اللي هو اسد، spider عنكبوت، climate اللي هو المناخ، rhino اللي هو وحيد القرن، او friday اللي هو يوم الجمعة. ممكن كمان يجي في الأول زي كلمة ice ice تلج، أو island اللي هي جزيرة، وخلي بالكم إن الاس هنا silent، هنقول island وإن شاء الله هنتكلم عن حروف silent في فيديو لوحدها ما تقلقوش. طيب icicle icicle اللي هي قطعة من الجليد، iron iron اللي هو الحديد، أو ivy ivy ده نبات أو نوع من النباتات، idea idea اللي هي معناها فكرة. استنونا في فيديو جديد من سلسلة ابدأ من الصفر، اسمع الفيديو اكتر من مرة ودرب نفسك على الصوت لحد ما نجيبه صح ومظبوط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان تشوفوا بقية الحلقات.